الذي يذبح كما ذبح كل العراقيين. 70 طفل لحد الآن ماتوا من العطش والاختناق. 50 شيخ مات من الوضع المتردي. نساؤنا تسبى كجرايا جاريات وتباع في سوق الرق. في 3 من شهر آب للعام 2014 حدثت مجزرة العصر. هاجمت قوات داعش المكون الأيزيدي في إقليم كردستان العراق، قتلت الرجال واعتقلت الأطفال وقامت بسبي نسائهم، ومن استطاع هرب إلى جبل سنجار. منهم خيري الذي عاش مع عائلته لمدة 10 أيام في ظل شجرة تين بلا طعام أو شراب. بعد ما تنظيمات داعش هددنا بأنه راح نقتلكم أو تصيروا إسلام، خرجنا من سكينية على الجبل مشي. وتشتي إش مرات كان هاتي سامت كهاتي دنجي مات كهيتي مات بيكا تكو جنين مات زارو مات شنير دستي وان داري أنقو هنانا تعبا خو تعبا مال بيرا ماناي بس مات بي رافقنا خيري في مهمة مستحيلة وخطرة، فعدنا إلى جبل سنجار الذي كان محاصراً من قوات داعش. كل شجرة لها قصة مع عائلة إيزيدية. كان ينامون تحت الشجرة تحت الظل، ما كان في أكل، كان بصعوبة نحصل على ماء، وهاي الشجرة لها أهمية خاصة عندي. تحت الشجرة أسعد أيام كان مأساوية، ما كنا ندري في أي وقت راح تفوت علينا تنظيمات الإرهابية داعش. الأيزيديون هم مكون بلا كتاب سماوي، إلا أنهم لم يرتكبوا شرا كالشر الذي ارتكب بحقهم باسم الدين والكتاب.